وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي. أبو عبيدة مرحبا بك. مرحبا حضرتك. الله، حدثنا بالتفصيل عن المستشفى وأهميته ومكوناته. بذلك نشكر بنا في اليوم على متابعة جميع المستجدات على مستوى الجمهورية بالأخص في الحد الشمالي للجمهورية اليمنية. وبالنسبة للمستشفى يعني هذا في ظل تفاعل زيادة القوات المشتركة من خلال سمو الكريم عرفنا فهد بن تركي عبد العزيز في تدشين العمل الرائع في مستشفى محور آزال. يكون أول مستشفى في جبهة الحد الشمالي مما سيسهم بإذن الله عز وجل إسهام كبير جدا في تقديم الخدمات الطبية في منطقة جديدة من المعركة. و يعني المستشفى يتكون من 40 سرير وسيتسبب بإذن الله عز وجل كثير من الحالات الباردة وكذلك بعض الحالات أو كثير من الحالات الحرجة. وفي خدمة بإذن الله عز وجل شريحة كبيرة جدا من القوات الشرعية من طوية في المنطقة العسكرية السادسة في مدينة السادم وما حولها وما حولها ومجاورها. العميد ياسر الحارثي أبو عبيدة قائد ألوية محور آزال، شكرا جزيلا لك.